مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده في مباراه، خلاص احنا الحمد لله حسمنا الدوري، لكن كل المباريات مهمه جدا مع الكابتن حسام بدري اللي عايز يحطم ارقام وبطولات للنادي الاهلي نفسه كمان. يعني الكابتن حسام بدري بيحاول يحطم ارقام وبطولات واحصائيات ليه هو نفسه للنادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي العريق، لكن مواجهه بتروجيت اكيد مواجهه مهمه جدا مع طارق يحيى المتحفز جدا. اي حد بيقابل الاهلي دايما متحفز ان هو يكسبه عشان يحقق لنفسه بطوله في حد ذاتها، زي احنا هنتكلم بعد قليل برضو عن مباراه الزمالك اللي كل الناس بيقولوا مباراه مهمه، لكن هي للنادي الاهلي او لجماهيره مباراه عاديه جدا مع احترامي للكل، لكن مباراه تبقى دائما مهمه للاهلي وللزمالك كقطبي الكره المصريه. النهارده بتروجيت المتحفز بيقابل النادي الاهلي البطل للدوري العام، ما شاء الله يعني احصائيات وارقام زي ما بقول لحضراتكم دايما كابتن حسام بدري، ودايما كل مدربي النادي الاهلي بيحطموا ارقام وبيحطموا بطولات وانجازات لنفسهم